أضواء غريبة. الصباح الآن. ياه، نحن في المساء. إذن ما هذه الأضواء؟ هذا غير ممكن، هذا مستحيل. سفينة فضاء، رأيت لتوي سفينة فضاء. روزي روزي، استيقظي بسرعة. ما الذي حدث يا رومبا؟ لقد كنت نائمة. رأيت لتوي سفينة فضاء هناك في السماء يا روزي. رومبا، ما الذي تتحدث عنه؟ كنت تحلم بالتأكيد، فلتعد للنوم. متأكد أنني رأيتها، أنا متأكد. صباح الخير يا رومبا. رومبا، تناولت الإفطار والآن سوف أذهب لأبحث عن دليل. عن ماذا؟ عن سفينة الفضاء، أنا متأكد أنني رأيت سفينة فضاء. رومبا، ربما رأيت شيئاً ولكن ليس سفينة فضاء. روزي، سوف أثبت لك هذا. صباح الخير يا بينون. صباح الخير يا رومبا. عجيب، ما الذي حدث هنا يا ترى؟ لابد أن رياحاً قوية أسقطت هذه الفروع بالأمس. حسناً، أنا لم أسمع صوت رياح لكنني سمعت صوت سفينة فضاء، ويبدو أنها السبب في إسقاط الأفرع من على الشجرة. سفينة فضاء، مرحباً. يا فكري، رأيت أضواءً غريبة مثلي؟ أكانت ساطعة؟ أجل، ساطعة جداً، وكأنها من سفينة فضاء. هل أنت جان؟ أجل، أظن يا فكري أن كلينا رأى سفينة فضاء. سفينة فضاء، هل يمكن أن تخفض صوتكما؟ نمت متأخرة بالأمس، قلة النوم سوف تؤثر على جمالي. عذرا بلبلة، لقد أتت من السماء. انظر إلى العشب، إنه قصير. دليل آخر. وضوء. صباح الخير يا بينون، تبدو منشغلاً. صباح الخير، تعم الفوضى حين تصطدم سفن الفضاء بالأشجار. أي سفن فضاء؟ رومبا قال إن سفينة فضاء أسقطت أغصان الشجرة هذه ليلة أمس. ربما لم تكن سفينة فضاء، إنها ريشة، ربما لهذه علاقة بالأمر. روزي، خذيني إلى الحقل بجانب منزل بينون. أرجوك. تشبث جيداً. حسناً، هناك من قص هذا العشب. هذا أمر غريب يا رومبا. هناك إجابة واحدة لهذا، وهي هبوط السفينة. هل أنت متأكد يا رومبا؟ أجل، في الواقع أنا متأكد لدرجة أنني الليلة سوف أجلس على التل عند فكري وانتظر عودتها مجدداً. هذا مثير للغاية. روزي، انظري. رومبا، أنا لا أصدق. إنها ما رأيكم في هذا الاختراع؟ جعلت حوامتي مضيئة. عمل عليه طوال ليلة أمس، رائع أليس كذلك؟ إنها رائعة. ولماذا الأضواء؟ شكرا يا لين.
أضواء للهبوط. بلبلة ووانيس وبطة يجربون الهبوط الليلي. انظروا، ها هم قادمون. مرحبا روزي. لماذا تريدون التحليق في الليل؟ ولما لا؟ البوم يفعل ذلك. وما دام البوم يستطيع، نستطيع ذلك أيضا. مرحبا يا لين. كعك. إنهم لا يستطيعوا الهبوط في الظلام، فركبت الأضواء كي يهبطوا كلهم بسلام. من أتى بهذه الشجرة؟ حسناً، ليس كلهم. لم تكن سفينة فضاء إذن، بل كانت حوامة كرز من البداية. حسناً، من سيركب؟ أنا. انظري يا روزي، أنا بسفينة فضاء. أوه.